تفضل استنونا هنا لما ندهلكم. قصر علي باشا مختار، قصر تاريخه يرجع ل 103 سنة، قديم وجميل وفي موقع متميز جدا. من 3 سنين حطيت عيني على القصر ده، ومن أصدقائنا المنتشرين جبنا فواتير المياه والكهرباء والتليفون، ومن صديقنا في هيئة المساحة في الدقي جبنا الاستمارة الأساسية للقصر ده. آخر ورق رسمي للقصر الجميل ده كان باسم نعمة هانم دويدار اللي ماتت في مصحة في سويسرا سنة 59 وما كانش ليها وريث. من ساعتها القصر فضل على حاله، اتحول لقصر مهجور تسكنه الأشباح، الناس خايفة تقرب منه واخترعت عليه حواديت. احنا كمان عملنا حواديت عليه أكتر وأكتر عشان نخوف الناس. طب القصر الجميل ده هنسيبه كده من غير صاحب؟ ما هنش عليه. ازاي بقى نخلي ملكية القصر الجميل ده تقول لسعادتك؟ كان لازم نعمل عقود شراء ابتدائي تغطي لنا الفترة من 59 لغاية وقتنا هذا. طب هنجيب عقود قديمة ازاي؟ صديقي برعي كلاشي حل المشكلة. حط لنا ورقنا في قماش يا دوب مند خل. الورق شرب الخل واتنشر في الشمس يوم واحد، بقى ورق عمره 60 سنة على الأقل، وبحبر شيني قديم هتتكتب العقود. بس كان فضل لنا خطوتين صغيرين. من صديقي بقى اللي شغال في السجل المدني حطينا ايدينا على حالتين وفاة، بين كل حالة والتانية 15 سنة. عملنا عقد بيع من السيدة نعمة دويدار لمرحومنا الأولاني، بعت له فيه القصر سنة 58 يعني قبل ما تموت بسنة. مرحومنا الأولاني فضل محتفظ بالقصر لسنة 81 وباعه قبل ما يموت بسنتين لمرحومنا الثاني اللي مات سنة 96، واللي قبل ما يموت ب6 أشهر باعه لصديقنا عوض الرخاوي اللي مستني حضرتك بره. تعال عوض سلم على الباشا. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح الخير. حد يقول لحد صباح الخير الساعة 2 بعد الظهر؟ ما علينا. اهلا. صديقنا عوض بعقد البيع النهائي اللي معاه رفعنا دعوة صحة ونفاذ اختصمنا فيها مع كل من آلت إليه ملكية الأصل، من أول علي باشا مختار لغاية آخر مرحوم جبنا بياناته من السجل المدني اللي هو باع لعوض. وفي جلسة الشهر اللي فات صديقنا عوض ما راحش المحكمة. ليه؟ دي مقصودة يا باشا. المحكمة أمرت بإعادة إعلان كل اللي اختصهم عوض في الدعوة. وطني جاب لي اسم المحضر اللي معاه الإعلانات، والمرة دي هتبقى مسؤوليتنا يا باشا. هلف معاه على كل العناوين عشان أتفادى الخطأ اللي فات لما سبت الموضوع لوطني. جاب لي تقرير الخبير إن كل الناس اللي أعلنتهم من المحكمة طلعوا مسافرين برا. المرة دي هننوع يا باشا، شوية مسافرين شوية ماتوا شوية مش هيجوا. المهم في الجلسة اللي بعد 3 أيام المحكمة هتحكم أوتوماتيك بصحة البيع والنفاذ لصالح عوض. وفي نفس اليوم يا باشا حضرتك هتطلع معاه للسجل المدني عشان يسجل لك العقد، وهنديله بقية أتعابه، بس مش هنديله وصلات الأمانة اللي احنا كاتبينها عليه عشان ما يلعبش بديله. هنديها له إمتى بقى؟ بعد إتمام التسجيل والإشهار، ونبقى احنا مطمئنين 100%. عشان انا مش دايما بثق في الاصدقاء يا باشا. جميل جميل عوض مش كده؟ الملف ده يا باشا فيه المصاريف بالمليم اللي اتصرفت على القضيه طول ال3 سنين اللي فاتوا. طيب انا هستناك بالليل عشان تطمني على بقيه الاخبار والحاجات اللي انا عايزها منك. طب مفيش مكافاه كده ترفع بيها معنوياتي؟ معنوياتك يا جشع يا طماع ياللي بتحب الفلوس زي يعني. ده انا برضو عمي. عمك عمك دهبب بقى. انا مش عارفك كويس وحافظك كويس، وعارف كويس قوي انك انت بتتمناني اموت النهاردة قبل بكرة علشان تورث ده كله. لكن باينك. ايه رأيك بقى
أنا صحتي زي البوم، ويمكن أحسن من صحتك. وعلى فكرة في ناس كتير زيي ممكن يعيشوا 90 و95، وقادر ربنا أقعد على قلبك لغاية ما أبقى 120 سنة. وناس زيك أنت فاكرين نفسهم شباب، بيموتوا هما مستنين ناس زيي علشان يموتوا عشان يورثوهم. ربنا كبير قادر ان هو يخلف ظنك وعيش انا وانت تموت وانا ادفنك بايدي. نبيل فيك الخير والله، شفت الباشا؟ انا شفته وطمنت عليك كويس جدا. سلام بقى. راك فين؟ مواعيد المكتب. انت عارف مواعيد المكتب بالنسبه لي مقدسه. هتيجي؟ لا انا ما عنديش مواعيد النهارده. خلاص اشوفك بالليل في القهوه. لا لا لا، انا كنت جاي لحد ما اطمن على الباشا. بيني وبينك يا نبيل، رغم ان الباشا عدى منها بسلام، بس انا مش عارف ليه قلبه مقبوض. مقبوض؟ وانت من امتى عبد البديع بتحسبها بقلبك؟ انا حاسس في المؤامره بتتعمل من ورا ظهري. بس ايه هي المؤامره دي؟ مين اللي مشترك فيها؟ ده اللي انا مش عارفه. حلم من احلامك برضو؟ كابوس من كوابيس. الراجل كانه اهلا يا بابا. ما دام قلت يا بابا تبقى عامل عامله. ما علينا، قول لي بقى راجل مين وكانه ايه؟ نوح باشا، عمك بقى زي الحصان. زي الحصان ازاي يعني؟ رجع زي ما كان، كانه لا خس شعره ولا زاد شعره. هو كده مالهوش غير التعب. انما قول لي، انا اذنك يا نبيل. لا خد راحتكم، انا كده كده كنت ماشي. نتابع بعض بالتليفون. طيب انا اشوفك بكره ان شاء الله في المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هروح اوصل عمو نبيل. تعالى يا نبيل. انت ما تعرفش ان عمو نبيل كبر خلاص وبقى يعرف طريقه لوحده؟ لا يا والله. ولا نوح باشا كان عايزك في ايه؟ نوح باشا؟ استنى استنى لما افكرك بيه. نوح باشا ده يبقى عمي، اخو ابويا. اوقات بقول له يا عم نوح، وساكن في الاوضه اللي جنبنا هنا 410. ولا انت هتنطق دغري ولا بشرف اطردك من البيت واسحب منك مفاتيح العربيه والمحل واحبسك بالكمبيالات اللي انا كاتبها عليك؟ طب كويس بقى انك فتحت الموضوع ده. ينفع اب ياخد كمبيالات على ابنه حبيبه برضه؟ ينفع؟ ما تيجي دغري علي وتخلص. انت ما تزنقنيش يا عبده برضه، راجل مأمني امانه. ينفع اخونا؟ طب انا راضي ضميرك. ينفع بذمتك ان حاجه تقول عليه؟ طب انا هسالك سؤال تاني، وانا اقول لك، انا هقول لك حاجه حلوه قوي عشان يبقى اسمك ما فتنتش. انا خم وانت تقول او لا. ما تريح نفسك وتريحني وتدخل تساله وجها لوجه ونخلص، بدل لف الدوران ده. طيب علي امشي. روح علي. ايوه. السر اللي منكم ليه علاقه بيا وحياه ابوك يا شيخ؟ وحياه ابويا. وحياه ابويا؟ ايوه وحياه ابويا. ما اعرف اذا كان ليه علاقه بيك ولا لا. عبد البديع يا عمي في حاجة؟ طبعا يا ابني، قوم ارتاح روح نام يا ابني، النهار قرب يطلع. ولا انت ناوي تشاركني في السرير؟ انا مبسوط اني بيت كويس يا عمي الحمد لله. ايه كنت شاكك ان لحقها كويس؟ مش قلتلك انا هفضل عايش لحد ما اخد عزاكم واحد واحد؟ في حد يكره عني؟ على الاقل ابقى ضمنت صور محترم عايز يليق بمقامي. ربنا يديلك طول العمر ويخليك لاولادك يا ابني. تعرف يا عبد البديع، انا اخدت من دنيتي كل الحاجات اللي انا بتمناها ما عدا حاجتين الدين. اشكان
اللي كانت وهتفضل طول عمرها الحب الحقيقي الوحيد في حياتي. يا خسارة، أنا فعلا ضيعتها بإيديا. علشان كده عشت طول عمري ندمان عليها. لا صحيح يا باشا، انت مش هتحن عليا بقى وتقول لي هي مين في القبيله دي؟ احلى واحده فيهم يا عبد البديع. لا يا باشا، بس الحكايه دي وجهات نظر يعني، ما تاخذنيش يعني. انتوا ذوقكم كان زمان عجيب، انتوا بتاخدوا الواحده بالكيلو زي ما تكونوا هتبيعوها بعد العشره، زي ما احنا كده بنبيع الجرايد اللي بتاع الفاكهه. الله، بقول لك احلى واحده فيهم تقول لي ان انا كنت باخد الواحده بالكيلو وذوقنا مش عاجبك؟ طب ايه رايك يا عبد البديع، انت اللي كلامك بقى ما فيهوش ريحه الذوق. واخفى من قدامي دلوقتي، امشي امشي. يلا. طيب يا باشا، قبل ما امشي مش هتقول لي ايه الحاجه التانيه اللي ما خدتهاش من الدنيا غير اشجان؟ طيب تصبح على خير يا باشا. بديع. ايوه يا باشا. من فضلك تعدي على القصر الصبح وتجيب انهار معاك وانت جاي. تحت امرك يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. احنا اجتمعنا النهارده حسب وصيه المرحوم نوح الارندلي لتوزيع تركته كما اراد وكما امر الله سبحانه وتعالى حسب الشرع. استاذنكم اولا في قراءه الفاتحه على روحه. بعد حصر التركة وعمل الإجراءات اللازمة، وذلك قبل كتابة الوصية كما طلب مني السيد نوح الأرندلي، اتضح أن ثروته كالآتي: قصرين وشقة بالزمالك، وعمارة بالإيجار في الزمالك وبيع نفس الشقة، وأرض بالساحل الشمالي، وستة مليون جنيه سيولة مالية بالبنك، وتسعة مليون جنيه أسهم في البورصة. ولكن حسب القانون احنا مش هنقدر نوزع التركة الا بعد سداد ديون المرحوم كاملة. ديون ايه؟ استلمت انا نوح الارندلي علي الدواويني مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه فقط لا غير على سبيل الامانة من ابراهيم الارندلي علي الدواويني، على ان اسلمها للآنسة دولة ابراهيم الارندلي علي الدواويني عند الطلب او الحاجة اليها، وهذا اقرار مني بذلك نوح الارندلي. يعني ايه؟ نكذب. انت وفين حصل ده؟ اهدى على البديع، ما اهداش اهدى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 5 مليون جنيه. امسك اعصابك يا هانم، انا لسه ما خلصتش الكلام بخصوص. انت لسه تتكلم تاني؟ اهدى يا بابا، لما نسمع عليا الطلاق لو قلت بابا تاني لطلق امك وشردك واسجنك كمان، انت فاهم ولا لا؟ لا مؤاخذه يا جماعه، انتوا عيله في بعض وانا ما يصحش اكون موجوده وسطيكم. انا هستنى بره ولما تحتاجوني بقوا نادوني. ما دام انهار ما حدش هيخرج من هنا غير لما اخلص قرايه الوصيه. يعني ارجوكم نسمع بعض للاخر في هدوء، هدوء لو سمحت. اهدى كده يا عمدو عشان تعرف راسك من رجليك في الليله دي. اتفضل يا استاذ نبيل. الحقيقه انا مش ايه ده؟ ست دولة هاني، انسه دولة، هجيب كولونيا. يا ريت يا دولة هانم تكوني فوقتي وركزتي شوية، وياريت كمان تتمالكي أعصابك، لأن مفاجآت نوح بيه بالنسبة لك لسه ما انتهتش. كده كويس؟ الصورة مظبوطة؟ ابتدي يعني. طيب طبعا أنا عارف إن كلكم موجودين وبتبحلقوا في الشاشة وأنتوا بتتفرجوا عليا،
وعارف كمان ان الاستاذ نبيل مشكورا طلب منكم انكم تقروا الفاتحه على روحي، وعارف برضه مين اللي كان بيقرا الفاتحه من قلبه ومين اللي كان بيدي عليا وهو بيقرا الفاتحه. ازيك يا نهار؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا باشا. طبعا دوله قرت الفاتحه ومن قلبها بعد ما سمعت الاستاذ نبيل وهو بيقرا وصل الامانه قبل ما يحط السي دي زي ما اتفقت معاه. كان نفسي اكون معاكم عشان اشوف وشك ساعتها يا دولت. الله يرحمك يا عمي ويدشدش التوبه اللي تحت راسك. رجالك يا دولت ما تقلقيش. فاصل وانا واصل. انا بس عايز اكلم عبد البديع. هو ابنك علي جه معاك يا عبد البديع ولا ما جاش؟ لا موجود يا باشا. انت ليك عين ترد عليه بعد اللي عمل معايا؟ ما تزعلش يا عبد البديع. على فكرة أنا عامل لك سي دي لوحدك أنت عشان تشوفه على انفراد زي ما اتفقت مع الأستاذ نبيل. على فكرة الراجل ده بيحبك أوي، بيعزك أوي، بيعزك معزة أنا ما شفتهاش بين اتنين أصحاب طول عمري. ربنا يديم المحبة والصداقة اللي بينكم يا عبد البديع. تعرف يا عبد البديع الصداقة الحقيقية في الزمن السيء اللي انتوا عايشين فيه ده تعتبر في حد ذاتها كنز. كنز أهم بكتير من الفلوس. أنا بالمناسبة قررت للأستاذ نبيل مبلغ 10,000 جنيه من حساب الورثة. هو هيقدم لكم بيها فواتير طبعا، وهتتوزع عليكم بالعدل، وهتدفعوها من أنصبتكم في التركة. التركة اللي هيشرحها لكم هو بالتفصيل. متخلص بقى كفاية حرق الدم. على العموم إحنا لينا قاعدة على رواقة سوا. أرجع لك أنت بقى يا دولت. شوف يا دولت، بالرغم من طولة لسانك اللي كان عمال على بطال بيغلط فيا، إلا إني عارف كويس قوي إن قلبك طيب، قلبك أبيض زيك زي أبوك إبراهيم الله يرحمه. وزي ما أبوك إبراهيم الله يرحمه ضحى بنفسه عشان أنا أتعلم وأكمل دراستي وهو اتحرم من المدرسة، وزي ما انت تحملتيني وتحملتي معاملتي السيئة جدا للعرسان اللي تقدمولك واللي طفشوا بسببي واصبحت بالتالي ضحية ليا، ولاني مش ناسي الفلوس اللي ساعدني بيها ابوكي لما وقعت في منتصف الستينات وكنت حفلس، ولولا هذه الفلوس انا ما كنتش وقفت على رجلي مرة تانية. انا كتبت على روحي 3 وصولات امانة بالمبالغ اللي سابها لك أبوكي أمانة في رقبتي، واللي قدرت ليها أرباح ب15 مليون جنيه. حلال عليك تعبي. يا دولة تعبي وشقايا فلوسي. حلال عليكي وسامحيني. أنا هاجر عليه. الله يخرب بيتك يا عبد. بعدين يا عبد واحد الله مش كده. لا إله إلا الله. مخبي إيه تاني؟ أنا طبعاً عارف إن أنت زعلان مني عشان خبيت عليك موضوع تكليف عمك ليا بكتابة الوصية والإشراف القانوني على تنفيذها. وبعدين يعني أنا عايزك تتمالك أعصابك كده يا عبدو. ويعني أنت راجل قانون وعارف عمك كتب الوصية وهو في حياته بكامل قواه العقلية، وأنا هو اتمني على الأوراق والسيديهات بكامل إرادته. بعدين يا أخي هو ماله؟ هو حر فيه. حر في مين؟ ده تعبه وشقايا نبيل. هي الثروة كام عشان نديك 15 مليون لدولة؟ تعرف انا مين؟ ايه؟ انا حاسس زي ما يكون رجليا سلام محشورة في قضمان زيك حديد والقطر جاي عليا هيموتني. انا حاسس اني هموت. كده هتخوفني عليك من اللي جاي اكتر. يعني ايه يا نبيل؟ لسه في ايه جاي؟ عمو نبيل صاحبك على اخره، خلي بالك. يا علي انا عازله. انا حافظ ابوك صم. انا اعرف اللي انت ما تعرفوش عن ابوك ولا والدتك ولا اختك، لكن الظروف احيانا بتحط الانسان في وضع زي اللي بيقول عليه، ويمكن يكون القطر اللي هو بيقول عليه ده هو نفس القطر اللي جاي عليا انا. وحدوا الله يا جماعه، قطر ايه وسكه حديد ايه بس؟ واحنا قاعدين في محطه مصر؟ على فكرة أنا أنت ما عندكش دم والله.
ابوك في كارثه. شقى عمره راح منه وانت قاعد تهزر. كان اسف. عند الوديع تحب نكمل وانا نستاذن مدام انهار نكمل بعدين. احنا كمل كمل. هو مش اللي جاي الوصيه برضه؟ لا انهار بره الوصيه. يعني ايه بره الوصيه؟ ولما هي بره الوصيه ايه اللي جايبها النهارده؟ جاي بصفه ايه يا نبيل؟ ما تتكلم. انت فاكر لما المرحوم كان في المستشفى؟ لحظه لحظه، نتوقف عن كلمه المرحوم دي. المرحوم دي لسه فيها شك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرر بقى اذا كان يرحمه يدخلوا نار جهنم باللي عمله ده. هو حر، احنا ملناش دعوه. يا عبد البديع ربنا يرحمنا جميعا. الا هو. المهم انا قصدي لما كان المرحوم في المستشفى واستدعاني علشان اعمل له الوصيه، انا الحقيقه كنت فاكر كده، بس اتضح ان كان علشان حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ يعني زي الموثق بتاع الشهر العقاري اللي احنا استدعيناه علشان يسجل عقود بيع وشراء. بيع وشراء لمين؟ لانهار. دي مؤامره يا نبيل، وصلات امانه لدوله وبيع وشراء لانهار، ولسه كمان فيه وصيه. اهدى يا عبد البديع. محدش يقول لي اهدى، محدش له دعوه بيا. انت قلت عقود، يعني مش عقد واحد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. عملتيها يا انهار؟ عملت ايه بيه؟ اشتريت ايه من باشا يا انهار هاني؟ وجبت فلوس اللي اشتريتي بيها دي منين؟ انا مش فاهمه حاجه. فهمها يا متر، فهمها، اصلها بريئه ساذجه نغه في كي جي 1. هي فعلا ما تعرفش حاجه عبد البديع. اللي حصل ان انا بعد ما خلصت كتابه العقود بعت عالي الشهر العقاري عشان يجيب موثق من هناك، والحقيقه دخلت علينا انهار. قلنا لها امضي يا انهار، راحت ماضيه من غير ما تبص ولا تعرف حتى هي مضت على ايه. وحياه ربنا هو ده اللي حصل. انا مش طمعانه في حاجه ولا عايزه اي حاجه من اي حد. انا كل اللي انا طالباه الستر والصحه ورضا ربنا عليا، وكده يبقى رضا الاشياء بعد. مدام انهار الباشا قبل وفاته ساب لك تلات عقود بيع. ايه حكاية التلاتة معاه؟ بيوزع كله بالتلاتة. تلات وصولات أمانة لدولة، تلات عقود بيع لأنهار. هو كان عليه نادر بيوفيه ولا إيه؟ مدام أنهار سامعاني؟ دي العقود اللي أنت مضيتها عليها لما الباشا طلبك. أول عقد خاص بأرض في الساحل الشمالي في برج العرب. 10 مليون. وشقة في الزمالك في شارع أبو الفدا. 2.5 يبقى 12 مليون ونص عليها. و وإيه؟ القصر ده بمحتوياته. استنى استنى. آخر سعر جبته للباشا الله يخرب بيته مطرح ما راح، القصر بمحتوياته كان 30 مليون. 30 مليون و12 ونص يبقى 42.5. في 15 بتوع دولة لما تصحى يبقى كام يا علي؟ 57 مليون ونص يا بابا. يا عم بتديني على قفايا يا عمي، بتطرقع لي يا ابن الأرندلي كده. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا نبيل؟ وفاضل عمارة الزمالك ب 8 مليون، وقصر حلوان ب 25 مليون، يعني 33 قبل الوصية. قبل الوصية ولا قبل بتاع العصير؟ والوصية دي بقى لمين؟ لعلي طبعا. لا لمين؟ عم عثمان البواب؟ على فكرة عبده هو أوصى بحسن معاملة عم عثمان. من عيني الاثنين أوعدك، كل يوم الصبح أعدي عليه أضربه بالجزمة القديمة. علي انده غريب يجي يشوف أخته أنهار وكلم الاسعاف عشان الانسه دولت، وابوك انا هاجل قرايه الوصيه لغايه لما يبقى كويس. لا 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 استنى، انا كويس خالص، انا كويس. هو اللي وحش هو اللي اسود من جواه. انا ولا هممني، انا جامد قوي. انا فاضل معايا 2 سي دي، واحد ليك لو عايز دلوقتي خده، والتاني للاوصى ليها السيده او الانسه اشجان ماضي السعيد. اقرا يا نبيل اقرا. انا خلاص اوعدك مش هتكلم غير لما تخلص كلامك. ايه وصيه؟
أقر أنا نوح الأرندالي علي الدواويني وأنا في كامل قواي العقلية وبكامل إرادتي إنني قد أوصيت بتلت تركتي بعد سداد ديوني إلى السيدة أشجان ماضي السعيد بشرط أن تنال هذا المقدار من التركة في الحالات الآتية: كونها أنسة لم تتزوج، أو تزوجت وأصبحت أرملة، أو تزوجت وطلقت، فإذا ثبت وقت تسليمها نصيبها من التركة أنها متزوجة يتحول هذا النصاب إلى ابن أخي ووريثي الشرعي عبد البديع علي الأرندلي علي الدواويني تحريرا في 9 مايو 2009 إمضاء نوح الأرندلي. تلت 33 يعني 11 مليون، وعندنا هناك كام؟ 57 مليون ونص. والمجموعة كده تبقى 68 مليون ونص. واللي فاضل لحضرتك من الليلة كلها 22 مليون. 22 مليون من 90 مليون جنيه ونص. أنا حاسس إن أنا اتشليت. أنا اتشليت يا نبي. ادخل. سيدي معلش يا بلو، انا هستأذنك تستناني في مكتبك او بره شويه لغايه ما اتفرج عليه لوحدي زي ما امر. ماشي، عن اذنك. يا عبد البديع، انت زعلان مني ولا ايه؟ بتدعي عليا انت يا عكروت، وانا عارفك، وعشان انا عارفك كويس عملت فيك كده وبالقانون. عقود البيع والشراء يا عبد البديع ما فيهاش ثغره واحده ممكن تدخل منها، وصولات الامانه كذلك، حتى حقي الشرعي في ان انا اوزع تلت التركه بتاعتي زي ما انا عايز استغليته علشان اقلل بقدر الامكان نصيبك في التركه. طب ليه عملت كده؟ ليه؟ ده اللي هيجنني. لانك ما بتتعلمش يا عبد البديع. انت عشت طول عمرك جنبي مني وما تعلمتش حاجه. ما انكرش انا استفدت منك في الدنيا، نميت ثروتي وضعفتها. سؤال بقى، ما عملتش كده لنفسك ليه؟ تعرف يا عبد البديع الفرق بينك وبين ابنك علي ايه؟ على فكره انتوا الاتنين شطار، يعني هو شاطر جدا في التجاره وانت شاطر في القانون، لكن علي بيتعلم بسرعه. علي عمل فلوس كتير من ورايا، كسب كتير ومن غير ما يقولي، وانا عملت نفسي مش عارف ومطنش. ليه؟ لان علي مشبعني مكسب، لذلك انا ما كتبتلوش حاجه، ما وصلتلوش بحاجه، عشان عقليته في حد ذاتها تعتبر كنز ممكن ان هو ينميها في اي وقت وينميها كويس. انما انت قعدت تنمي في ثروتي وتكبرها وتسمنها عشان بعد كده تاخدها بالميراث الشرعي. ما حطيتش في دماغك يا عبد البديع ولا في حساباتك احتمال يمكن 1 في المليون ان ممكن اي حاجة تحصل تمنعك من الوصول للهدف اللي انت خططت ليه طول حياتك. مثلا اولها واهمها ان الاعمار بيد الله يا اخي، ومحدش عارف مين هيعيش اكتر من التاني. احتمال تاني ان انا اعمل فيك زي ما انا بعمل فيك دلوقتي. واحتمال تالت كمان، كان ممكن اتجوز واخلف واولادي يورثوا، لكن انا علشان بحبك بحاول افوقك. تعرف يا عبد البديع،
أنا النهاردة بدي لك درس عمرك وبالقانون، ودي آخر محاولة أنا ببذلها علشان أفوقك وعشان أوصل لك الرسالة اللي عشت طول عمري وأنا بحاول أوصلها لك وأعلمها لك. الثروة والقانون. فاضل كلمة أخيرة عايز أقولها لك وأرجو إنك أنت تصدقها، لأن أنا بقولها لك من قلبي. أنا عبد البديع طول عمري اعتبرتك ابني اللي مخلفتهوش، وحبيتك يا عبد البديع، حبيتك يمكن أكتر من ابن أنا جايبه من صلبي. عشان كده أنا واثق إن لما تعرف الحقيقة دي وتوصلك كويس هتقرأ لي الفاتحة. أشوفك يوم اللقاء، لو كان من نصيبنا اللقاء يا عم البديع. مش هيبقى لنا نصيب يا عمي، عشان انت هتروح النار وانا هروح الجنة. بعملتك دي هدخل الجنة. انا كان نفسي تبقى معايا في الجنة عشان انا كمان حبيتك. انا شفت فيك ابويا اللي راح مني وانا لسه في بداية حياتي بعد ما خدت لسانس الحقوق، لكن انت اللي اخترت تتحداني وجايلي في منطقتي بتتحداني بالقانون، القانون اللي انا شاربه ونسبته في عروقي اكتر من نسبة كرات الدم البيضاء والحمراء. انا قبلت التحدي. بتحرمني من ثروتك وتوزعها على ثلاث نسوان يا مراهق، وبتوزعها بالقانون. انا هرجع الفلوس دي وبالقانون. القانون هيكتب بعد كده باسمي، هيبقى اسمه قانون عبد البديع الارندلي التافه. احنا مش جايين نقعد، احنا هنحط الحاجات دي بقى ونتكل على طول. اهلا يا وطني، اتفضل. ايه في حاجه؟ ثانيه واحده، تعالى حط الحوض ده هناك، هنا على البوفيه ده وشغله. يلا. حاضر يا فندم. العصافير نحطها فين يا ده؟ في البلكون طبعا. يلا في البلكون. حاضر. وده اكل العصافير وده اكل السمك. ايه رايك بقى؟ في ايه؟ سمكتين الزينه اللي هناك دول جايين مخصوص من قاع المحيط الاطلنطي عشان يونسوكي، هما وجوز العصافير اللي في البلكونه، بس دول جايين بقى من غابات البرازيل. يعني انت يا حبيبتي اتجمع في بيتك المؤقت ده طرفين من طرفي الكره الارضيه. طب طرفي الكره الارضيه هو فين؟ لكن ايه حكايه بيتي المؤقت دي؟ 72 ساعه بالظبط وهجاوبك على السؤال ده. اظبط المنبه بتاعك على 8:30 الصبح، 12 ساعة من دلوقتي عشان هعد عليك من تحت اختك. ليه ده كله؟ انا مش فاهمة حاجة. احسن انك تبقى مش فاهمة، امال المفاجأة تبقى ازاي؟ يعني انا بقترح عليك مجرد اقتراح، يعني ان سمكتين الزينة يبقى اسمهم دال وعين، والعصافير يبقوا عين ودال. ما تنسيش 8:30 بالظبط، ما تسيبنيش ملطوح. يلا يا وطني. باي باي. وايه اللي بيحصل؟ كويس انك جبتني هنا، البلد بقت زحمه قوي، حتى المباني ما بقاش فيها ذوق زي زمان. برافو عليك يا دوليو. انا متهيألي كمان النيل كان اوسع من كده. ما فيش حاجه بتفضل على حالها غير عادات وتقاليد ولاد الاصول اللي زي كده، ودول كمان بقوا قليلين قوي. بودا لا. انا بقالي كتير قوي ما اتفسحتش من ايام بابا الله يرحمه. الله يرحمه. هو الوحيد اللي كان بيفسحني كل يوم جمعه. وبعدين ايه الدموع دي؟ تعالي نتفق على حاجه. ايه؟ من هنا ورايح طول ما احنا مع بعض
عايز اشوف عينيكي فرحانه ومتفائله. تاكدي ان ايامك اللي جايه هتبقى احلى كتير قوي من اللي راحت. بس اللي راح كتير واللي جاي قليل يا بودا. مين قال كده يا حبيبتي؟ متوسط الاعمار دلوقتي زاد جدا عن زمان. الناس بتعيش 70 و80 و شوف يا دولي، العمر عمره ما يتحسب بعدد السنين، العمر يتحسب بعدد الايام الحلوه الجميله اللي بنعيشها سوا، بنخطفها بايدينا وسناننا من العالم الغريب ده. قربنا خالص، قربنا خالص. بس هنا بقى ثانية، افتح عينيكي بقى بس بالراحة. بأمر الحب بأمر الحب افتح للهوى وسلم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بصلي جاوبني قرب كمان، قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي. هو ده المكان اللي يليق ببنت الحسب والنسب، سلسلة الأرندل يا باشا. ده ليه يا بودا؟ طبعا يا حبيبتي، بس بعد ما يتفرش بفرش جميل يرجعك للزمن الأجمل. هنا دولة هتبقي دولة تاني من أرندلي بحق وحقيقة، مش الحتة اللي انت كنت عايشة فيها دي. هنا يا حبيبتي هتلاقي الجيران اللي استحقوك وتستحقيهم، ما كانش لازم تسيبيهم أبدا. مش الجيران الحوش اللي يرموا الناس بالمية ويجروا ويستخبوا زي العيلة الصغيرة، ما عندهمش شجاعة المواجهة. خايفة صدقك بوتا. دولي خافي من الدنيا كلها إلا أنا. أنا أرندلي من ساسي لراسي زي زيك بالظبط. الدم اللي بيجري في عروقي هو نفسه الدم اللي بيجري في عروقك. احنا الاتنين فرعين من شجرة واحدة، شجرة نادرة للأسف كانت هتنقرض من الزحمة والحوش والناس الزبالة اللي من غير أصل ولا تاريخ. لسه خايفة يا حبيبتي؟ ليه؟ حاسة إني بحلم. وهي الأحلام تخوف يا دولة؟ وكمان محتارة فيك، لما أنت جواك المشاعر دي كلها معبرتش عنها من زمان ليه؟ أنا كده مضطر أعترف لك، ولو اني ما كنتش احب اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ عمي نوح الله يرحمه بقى، انا خايف احكي لك وترجعي تشيلي منه تاني. وانا ما صدقت انك صفيتي نعيطه من ساعه ما مات وساب لك اللي سابه لك ده. وضح اكتر بودا. انت عارف انا كنت قريب من عمي قد ايه، وللاسف كنت بسمع له يتدخل في تفاصيل حياتي كلها. لما اتحركت مشاعري ناحيتك زمان بكل سذاجة رحت احكي له، فجيني بكلام ما كانش يخطر على بالي. قول بودا انا سامعاك. حاسسني ان انا اقل كتير من اللي انا افكر فيك. انا ساعتها كنت لسه في بداية حياتي العملية. انت عارف ان هو ما يحبش يساعد حد، وقف لي في الجوازة دي. أنا كمان ما كانش عندي الشجاعة الكافية إن أنا أتمرد عليه وأدافع عن أجمل قصة حب في حياتي. بودا بودا أنت بتبكي. أنا ما أنكرش إني صعبان عليا نفسي، معلش
انا ما اتكسفش لما تشوفني مايك، انت الانسانه الوحيده اللي ممكن تشوفني في حاله الضعف. انا ما عابنيش يا دولت، لان ابويا كان فقير، كان حظه في الدنيا قليل، مو زي حظ ابوك او حظ عم نوح. انا فقير بس ارنلي، وابني ارنلي، ارنلي يا ابا عن جد. ليه يا عم كده؟ ليه تقف بجدار الفقر بيني وبين حب عمري؟ بس بودة، بس بودة، بس بودة، خلاص ايه ده بودة؟ بس عمين دولة. ايوه بودة. يلا بينا اروحك. يلا يا ترى واحدة زي القمر زيك في شبابك ويا مالك ده تقبل تتجوز واحد عجوز وتخين زيي؟ العفو يا أستاذ، أنا فين وأنت فين؟ أنا بس الموضوع ده ما خطرليش خالص على بال قبل كده. خدي وقتك خالص، فكري كويس أوي، ده مجرد اقتراح، وأنت طبعًا أدرى مني بغريب أخوكي، ممكن يعمل إيه لو عرف إن عندك الثروة دي؟ واحدة واحدة عليا يا بيه، خلينا دماغي كده لفت. عن أمي ما تديش نفسك بالموضوع ده يا مرة، أنا في كل الأحوال مش هتخلى عنك. لما قربت منك حسيت قد إيه أنت إنسانة طيبة وتستاهلي كل خير، عشان كده أنا خدت قرار مع نفسي، أنا مش هقف أبداً متكتف وأنا شايف فيه خطر بيهددك، حتى لو كان الخطر ده من أقرب الناس ليك. هتتصرف ازاي؟ هو على قد فرحانه بس؟ تناسي شهر العسل اللي لبستك فيه طنط دولت؟ برضه دي هتصرف فيها، عارف اتصرف، ما يهمكش. المهم الفرحين اعمل ايه؟ لا، حاجه محتاجه مخمخه بقى ومصاريف وكلام من ده. يا رب. عشت وشفت ابن يبتز ابوه. وانا يعني ما كنتش ابنك لما مضيتني على شيكات وصورات امانه؟ ماشي ماشي يا ابني يا ضنايا. خليك فاكرها. طلباتك؟ لا، ده حاجة راجعة لذوقك بقى. الرقم اللي هتكتبه هاخده وانا مغمض عينيا، وما تفهمنيش غلط، دي حاجة بس بنجيب بيها سيولة كده بعد وقف الحادث اللي حصل لي انا ونديم واحنا قاعدين جنبك. محكمة. ثانية واحدة. ايه يا بول؟ معلش يا بديع، انا ما كنتش حابب ان انا اقلقك في وقت زي ده، بس الحقيقة انا الخبر اللي عندي ما ينفعش يتأجل. يا ساتر يا رب. خير؟ مدام اشجان ردت عليا في التليفون. طلعت متجوزه؟ زي ما ده كلام يا عبد البديع، واحده اول مره اتكلم معاها في التليفون اسالها اقول لها انت متجوزه ولا لا. خلاص خلاص، نتقابل بعد نص ساعه في القهوه. سلام. موضوع شكله كبير قوي يا عبده. انت مالك انت؟ خليك في اللي انت فيه. ها عندك حل قصاد الشيك اللي هكتبه ده، ولا احط الشيك في جيبي وامشي؟ ده وانت تيجي برضه اكتب انت بس، بس بحبح ايدك شويه وسيب الباع لعيل وابنك. ماشي يا علي، ماشي يا ابني يا ضنايا، ماشي يا علي. الجنة تحت أقدام الأمهات. أنت عارف حضرتك ليه؟ عشان الأم بتضحي عشان عيالها. اللي أنا بطلبه من سعادتك ده هي إيه جنب اللي عملته شادية في لا تسألني من أنا؟ لما باعت ضناها عشان تصرف على بقية عيالها، راحت اشتغلت خدامة ودقت الذل. ولا ست أمينة رزق أم السينما المصرية العظيمة في من أجل أبنائي، وليه فاتن حمامة في إمبراطورية ميم؟ من فضلك كفاية، أنا بقى بكره السينما. السينما هي اللي ضيعت مني كل حاجة، ضيعت مني أجمل قصة حب كان ممكن أعيشها. بسببها بعدت عن نوح، بسببها اتجوزت عبد المولى. أنا بكره السينما وبكره عبد المولى واليوم اللي شفته فيه. أنا ما حسيتش إني عايشة غير بعد ما طلقني طلقة بائنة وطلع من حياتي للأبد. بائنة؟ أنا مش فاهم أنت كنت مستحملة تعيشي مع الراجل الغبي ده إزاي؟ دليل إنه غبي يا هانم، إنه ما أثرش إنها تبقى طلقة واحدة عشان يبقى في أمل. مش مهم، مصيره يندم. ولا ما يندمش، أنت اللي حظك حلو، أصل ربنا قبل ما بيقطع من هنا بيوصل هنا. مش فاهم. فهمها يا اشجان هانم.
نوح بيلا رندلي الله يرحمه قبل ما يموت ساب وصية ليكي ب 11 مليون جنيه، وشرطه الوحيد للوصية دي علشان تستلمي ميراثك انك تكوني أرملة او مطلقة. نوح ساب لي انا فلوس، ساب لي كمان السي دي ده، وصاني قبل وفاته انك لازم تشوفيه. اتفضلي يا فندم. ايوه بس ايه اللي فكروا بيه بعد السنين دي كلها؟ الحقيقه يا عم نوح الله يرحمه عمره ما نسيك، انا فضل العمر كله ندمان على التصرف السخيف اللي عمله معاك. اسمحي لنا بس دي عشان تتاكدي من صحه الكلام اللي بقوله. لا لا الريموت اهو. فاكراني ولا الزمن خلاكي تنسيني؟ انا عن نفسي ما نسكيش ابدا، وعمري ما حبيت انسانه في الدنيا بعدك. انا عشت البقيه الباقيه من عمري مخلص لقصه الحب النبيله اللي كانت في يوم من الايام بينا. حتى الجواز يا اشكان ما فكرتش اتجوز، لاني لو كنت اتجوزت كانت مراتي هتبقى مظلومه ظلم باين، لانك انت ما بعدتيش عن عيني لحظه واحده. يا رب يا رب تكون السنين اللي فاتت داهيه عدت عليكي وانت في سلام وامان وسعاده، وكان حظك فيهم أحسن من حظي أنا. أنا حاولت كتير أعتذر لك. النهاردة أنا بعتذر لك بالطريقة الوحيدة اللي أقدر عليها. وأظن الأستاذ نبيل كلمك عن حكاية ال 11 مليون جنيه. صدقيني يا أشكان لو كنت أقدر أعمل أكتر من اللي عملته كنت عملت، لكن أنا اللي عملته ده أقصى ما يسمح به الشرع. يا ريتك تقبلي مني المبلغ ده، يا ريت، ولو إني عارف كويس قوي إن فلوس الدنيا كلها مش هتعوضك أبدا عن الموقف إياه اللي كان في يوم من الأيام بينا. سامحيني يا أشكان، سامحيني وادعيلي بالرحمة في الآخرة، ادعيلي بالرحمة في الآخرة زي ما أنا طول عمري وأنا بدعيلك بالسعادة في الدنيا. أنا حاسس إن احنا هنتقابل، هنتقابل، هنتقابل في دار الحق لو لنا نصيب إن احنا نتقابل. كان كريم قوي الله يرحمه. هو مات امتى؟ من 10 ايام تقريبا. وبالنسبه للفلوس ان شاء الله يعني اول ما تتقسم التركه هنبعت لحضرتك تنزلي مصر وتستلمي نصيبك. علمنا عليك المواجع، بس هي الدنيا كده ما بتديش محتاج. طيب بعد اذنكم. اتفضلي يا هاني. ايه رايح فين عند البديع؟ ما كنتش جنبك في اللحظة دي.
افندم؟ لا عايزين نسيبك لوحدك، ما عنديش مانع. بس انا لو سبتك وقعدت جوه قلقان عليك قوي. حضرتك مش شايف ان الكلام ده كبير قوي على اتنين ما يعرفوش بعض؟ جايز حضرتك ما تعرفينيش، بس انا عارفك كويس قوي. تعرفني؟ تعرف عني ايه؟ عارف ان الجوهره من طراز نادر ما يتكررش. ست من الصعب جدا انسان يقابله تاني لو راح من بين ايديه. عارف ان حضرتك زهره بريه فوق جبل عالي محدش يقدر يطولها، لكن لو حد قرب منها وشم ريحتها لا يمكن ينسى ريحه عطرها اللي بيفوح على الكون كله. حضرتك مش شايف انك بتبالغ شويه في الوصف ده؟ انا عذرك يا هانم عشان ما تعرفنيش، بس انا اعرفك كويس قوي. انا شفتك لحم ودم من خلال كلام عمي الله يرحمه، عشان كده انا اصريت ان انا اجي عشان اتعرف بانسان نادر في الزمن ده. ميرسي. اشكريني يا فندم لو انا ببالغ. عمي نوح الله يرحمه مع كل اللي قالوا عنك ما وفكيش واحد على مليون من حقك. عشان كده ترجم ده بالفلوس مش كده؟ هو حسبها كده، بس هو قال انك ما تتقليش بالمال، دي اكتر حاجه عنده حق فيها. اسمحي لي اطلب منك طلب اخير قبل ما اسيبك وادخل جوه. خير؟ اكيد عم نوح الله يرحمه لما بعت لك السي دي ما كانش يقصد ابدا انك تبقي في الحاله دي، عشان كده انا حاسس بيه ومتضايق قد ايه دلوقتي. هيسعده هانم لو حاسس انك سامحتي، وهيسعده اكتر لو شاف على وشك الجميل ده ابتسامه خفيفه بس. تعرف انك انسان مهذب جدا. معلش يعني اصلك ما تعرفينيش. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا اسمي عبد البديع الأرندلي. بس نجوم حاجة تشرف لما تشوفي. تعزم ناس كتير؟ لا مش كتير قوي. قعدت معاك حد أعرفه؟ أه طبعا، يعني مثلا عزمت سيادة الريس. رئيس مين؟ رئيس الريس؟ ومالك اتخضيت قوي كده ليه؟ وعزمت كمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ووزير الشباب والرياضة وكبير اليوران. عزمت كبير اليوران؟ أه ما هو مش غريب. لو انت ما تعرفش طنط زوزو. زوزو مين؟ طنط زوزو اخت طنط جولنار باشا اغلي الفرع التركي بتاعنا في اسطنبول. معلش معلش ما تقلقش، انت لما هتشوفهم هتعرفهم على طول. يا ربي انا كمان الاسماء بقت بتوه مني خالص، لكن الاشكال ما بتتغيرش. طب يلا حبيبي دوب الرئيس ده اللي جه ولا ايه؟ ليه هو عزا؟ هم عايزين فين يا دول؟ جايز الدعوات ما وصلتش، انت عارف الجوابات بتتاخر في البوست. احسن. ايه؟ يعني مش عايزين حد يحسدنا او يبص لنا في فرحتنا. اما انا يا حبيبتي محضر لك حته مطرب صحيح. نديم في الحمام طبعا. يا سلام يا سلام على حياء وخجل ولاد الاصول. براحتك يا قمر. هنبتدي الشقاوه بقى. ايه اللي تنفع من غير شقاوه بقى؟ ده
طب انزل شوف اللي بيخرب بسرعه. يلا مساء الخير يا فندم. الف مبروك. الله يبارك فيك، جيت وقتك. سيبهولي هنا بس بعد اذنك. تقومون بيه حاجة تاني؟ دقيقة واحدة. مستنيين قوي يا فندم. الله يبارك. شكرا ليك. ليلة سعيدة إن شاء الله. يا رب يسمع منك ربنا ويجعلها سعيدة إن شاء الله. يا حبيبتي خلصت ولا لسه؟ لا لسه قدامي شوية. يلا روحي بقى عشان نعوض اللي فاتنا. هنبتدي الشقاوة. ها؟ خلاص؟ لا لسه. لا لسه ايه؟ أنا مش قادر. يا تلحقيني يا ما تلحقينيش. وبعدين في شقاوتك بقى يا فوزة. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ الحب متأكد. يلا بقى. تبين علي شيء يجنن. شفت انا بقى غيرت بسرعة. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ هو انت شربتي ايه؟ كده يا دولت؟ كده تشرب العصير لوحدك؟ اصل ريقي كان ناشف من الفرحة يا روحي. بصراحة حاسة نفسي بحلم. تحلمي ايه بس؟ ما انت كده ضيعت اللحظة الرومانسية اللي انا كنت محضرها لك يا حبيبتي. انا كان نفسي اشربك من العصير بتاعي وانت وانا اشرب من العصير بتاعك. انا بقيتش عارف انت. طب ما احنا نقدر نعمل كده برضه. ازاي بقى؟ كده اهو. اتفضل. كده تقدر تشرب من ايدي وانا اقدر اشرب من ايدي. ما ينفعش يا حبيبتي، ده فعل مش حلو. انا كنت نفسي نبتدي حياتنا الزوجيه بكوبايتين قد بعض ومليانين على الاخر. انا مش فاهمك. خلاص بلاش حكايه العصير، تعالي نتكلم شويه. نتكلم؟ ايوه عشان تاخدي عليا يعني، ما تكسفيش مني يا روحي. اللي تشوفه. طب اقول لك تيجي نلعب؟ نلعب؟ استغماية. تغميني وتستخبي في السويت. وانا بقى شطرت ادور عليك. ايه رايك؟ ايه اللي تشوفه؟ طيب يلا. انا هستخبى، انا هستخبى. دولي اتكلمي عشان اعرف انت فين. هي يا حبيبتي اللعبه كده، وانا يعني هعرف انت فين ازاي؟ دولي دولي قولي اي حاجه. دولي 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 وهتكوني مستخبية في الحمام. اه يا نايمة، عاملة نفسك نايمة عشان تكشفيني. دولي دولي الله يستحسن. استنى شوية، عاوز زيادة اطمئنان. ايوه يا سي عبد البديع، انت فين من الصبح؟ قلقتني عليك. انت فين ده ايه؟ انت ناسي ان انا عريس؟ لازم اجهز انا كمان عشان بكره بقى على سنجة 10. يعني انت كويس؟ ايه نهار مالك، في حاجه؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه، انا بس اتخضيت عليك. قلبي كلني لما حاولت طول النهار اكلمك وموبايلك كان مقفول. عمرو الشقي بقى. طب انت فين دلوقتي؟ انا فين؟ انا في بورسعيد بجيب بدله الفرح واجي على طول. طب ولزومه ايه بس السفر بالليل؟ بقول لك ايه، مايل على اي حته قريبه كده وبيت فيها لحد الصبح، لحسن السفر بالليل وحش قوي، في شبوره وخطر. معقوله اشوفك قلقان عليا بالشكل ده وما اجيش طيران؟ لو النبي يا سي عبد البديع،
ما تقلقش قلبي عليك اكتر ما هو قلقان. اسمع، عدي الكام ساعه بتوع الليل دول وبتحرك في نور ربنا بالنهار. النهار له عينين. خلاص اللي تشوفيه يا حبيبتي امرك. ده الامر امرك والشورى شورتك. تسمع على خير يا رقه قلب واجمل ست في الدنيا. انت صحيح شايفني كده يا سي عبد البديع؟ انا اللي شايفك، الدنيا كلها شايفك كده يا حبيبتي. انزلي الشارع بس وليكي 1000 جنيه على كل واحده تعدي جنبك وتبقى احلى منك بسنتي بس. ما تحرمش من لسانك الحلوة ابدا. طب يا تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا حبيبي. اسمع، وانت جاي بكره ان شاء الله يبقى امشي على اقل من مهلك. احنا عايزينك. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من دخلتك علينا يا اخويا. خلي اليوم يعدي على خير. هيعدي على خير يا ماما، ما دام نيتنا خير هيعدي على خير وكله هيبقى تمام التمام. وحشتيني يا اشكا. الو، اهلا استاذ جهاد. نعم خير. حقيقة الوقت مش مناسب. ليه، في ايه؟ يعني ايه مش هينفع في التليفون؟ انا بكرة مش فاضية. لا لا، ما عنديش استعداد استقبل اي حد. مشغولة يا سيدي. عايز تدخل في حياتي الشخصية انا كمان؟ تصبح على خير، مع السلامة. لو سمحت تحت أمرك. انت وديتك تخلص الساعة كام؟ 12 الدور ان شاء الله. عظيم، هستأذنك لو المدام الأول. أنت فاكر؟ أه طبعًا يا فندم، العريس. لو العروسة بقى صحت قبل ما أرجع، لا قدر الله يعني، وسألتك عني هتقول لها إن أنا لسه يا دوب خارج ومش هتأخر، هجيب حاجة بس من بره وراجع تاني. اتفضل. لا يا فندم، ميرسي. ميرسي يا راجل، ناس لبعضيها. ما تنساش. ماشي يا فندم، مع السلامة. إيه الحكاية؟ والله علم علمك. الزهرة حبايه الزهرة ما اشتغلتش، ما في حسين كده، لا بينفع معاهم حبوب ولا بينفع معاهم طبل بلدي. ايوه يا عبدو. انت لسه نايم؟ المفروض اكون صاحي الساعة 5 الصبح ليه يعني؟ وبعدين انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي وفاتح تليفونك ليه؟ مش خايف تتقفش؟ اخرس، انت تصحى تفوق عليا؟ حقك عليا يا سيدي، انا بعمل لمصلحتك. سيبك من مصلحتي، فوق كده والبس عشان عايز اقابلك دلوقتي. يو بعدين. حاضر حاضر. ايه ده بس انت فين دلوقتي؟ انا نص ساعه كده وهبقى في مدار الرمايه. طب واللي انت عايزني فيه ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ يعني هو لو كان ينفع ايه اللي ينزلنا من الفيوم لمصر؟ هو هنتقابل عند بطن الزير بقى ولا فين؟ يا خفة، انت عارف القهوة اللي بنتقابل فيها انا وعمك نبيل؟ قابلنا هناك بعد ساعة بالظبط. طب بقول لك ايه دلوقتي، لو انا الو عبدو الذمة فيه كده يا جدعان، يقلقني وبعدين يقفل السكة في وشي. هم انا عايز تاخد الفلوس دي كلها من غير ما تتعب ويطلع عينك كمان. طب وست البركه اللي انت اتجوزتها دي مصالح ايه دلوقتي؟ انت اتحقق معايا؟ انت تسمع وانت ساكت. انا اسف. انا عايز منك حاجتين بس. الاول قول لي اخبار عمك نبيل ايه؟ قلب عليك الدنيا وقلقان عليك قوي عشان كلمك في التليفون لقى موبايلك مقفول. اوعى تكون غلطت قدامه كلمه كده ولا كده. عيب يا عم، عيب، ده انا تلميذ عمرك. طب والشغل اللي عنده اخباره ايه؟ خلاص جمع الفلوس بتاعت العروسه وكان عايز يديها لها بس برضه بقى تليفونها مقفول. يا عيني على المعلم. شفت ابو كلا شغل ماشي حسب الخطه. الموضوع اول حاجه هتنفذها الليله دي بعد ظرفه انهار بربع ساعه بالكتير. مش كنت اجلت شويه على الاقل عشان صحتك يعني؟ ولا قسما عظما
لو فتحت بقك بكلمة تاني من غير ما أذنك هتبقى أنت اللي جبت لنفسك، مفهوم؟ أنت أنت ولا أسكت بقى؟ هتحارني معاك يا عبده؟ لما يبقى في سؤال مباشر ترد. أنت مالك بقيت غبي كده ليه؟ الحاجة التانية اللي أنا عايزك تنفذها هتنفذها خلال أسبوع من دلوقتي، بس دي هتتعبك شوية. إيه في إيه؟ سعادتك نسيت تقول لي الأول أنا هعمل إيه بعد الزفة بتاعت النهاردة بربع ساعة. إيه الأخبار؟ بسم الله ما شاء الله. أمر يا إخواتي. صباح الخير. صباح النور والسعادة والهنا. صباحي مباركة يا عروسة. صباحي مباركة. مالك يا بنت تعبانة؟ مش عارفة بودة. هو إيه اللي حصل؟ دي واحدة اوعي تنزلي كده، محبش حد يشوفك عريانة. حاضر. ماشي، اخد بقشيش برضه. مسدس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اخبارك؟ شكرا. بونا بدي. خلاص يا فندم. لا لا بس اتفضل. بس ده كتير قوي يا فندم. لا لا يهمك. كل خير. شكرا يا فندم. مع السلامه. اي فندم. شكرا. اوتا ايه روحي خلاص؟ هاي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا روحي؟ يلا اغسلي وشك كده على ما اعمل تليفون بس اطمن على الاولاد لو ده ما يضايقكيش يعني. لا يا حبيبي ما تضايقش ولا حاجه براحتك. ايه يا حمد؟ لا 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 كده هتقلقين عليك، مالك وشك اصفر ليه؟ بودة. نعم يا روحي. هو ايه اللي حصل امبارح؟ ده سؤال؟ طب اجاوبك اقول لك ايه؟ احنا قضينا ليلة العمر يا روحي. معقول مش فاكرة؟ انا اخر حاجة فاكراها ان احنا كنا بنلعب. اهو بدأت تجمعي صح؟ ها؟ وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بعد ما لعبنا بقى ايه اللي حصل؟ لعبنا لعب مش اي لعب. الله. امال انا نمت امتى؟ انت يا حبيبتي نمت زي الملاك. بوده انا مش بسألك كان شكلي ايه وانا نايمة، انا بسألك نمت امتى وازاي؟ ازاي يعني؟ نمت عادي يا حبيبتي زي اي حد بينام في ليله زي دي. ايوه ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ما تنامي زي ما تنامي يا حبيبتي، انت ليه شغله نفسك بالموضوع ده؟ المهم ان احنا نمنا وصحينا النهارده في الجناح الملكي ببرج الفيوم زي ما كنا بنحلم في اول يوم من ايام شهر العسل. بالهنا والشفا.
اشربي يا حبيبتي اشربي. شوف انا خلصت ازاي؟ دلبي انا نفسي في حاجه. نفسك في ايه يا روحي؟ طول عمري وانا صغير بحلم ان يوم صبحيتنا تاكلين لقمه بايدك الجميله دي. بس كده يا روحي؟ حاضر. انت ما خدتيش بالك؟ مالك يا روح؟ حاسه بحاجه؟ مش عارفه دماغي بتلف. طب ارتاح ارتاح يا بنتي، ده من قله النوم. احنا سهرانين لحد الفجر نلعب. ايه مش عارفه يا ابني ده مالي. بس نفر لحد السرير بس. لحد السرير بس. بودة. نعم يا روح بودة. الأوضة بتلف بودة. معلش يا حبيبتي. تعيد لي كده. تحب أحكي لك حدوتة قبل النوم؟ احكي لي بودة. مكان يا مكان. يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في شاطر اسمه عبد البديع بيحب ست الحسن والجمال اسمها دولي، لكن عمهم نوح المكار فرق ما بينهم وهم صغيرين. دولي دولي يلا تصبح على خير يا عروسة. وأنا قبلت زواجها على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداقة المسمى بيننا. ألف مبروك بالرفاقة والبنين. سمعونا زغروتة يا حبايب. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ديما عقبالك. مبروك عمك. الله يبارك فيك على عقبالك. مش عارف أقول لك إيه والله. والله لو قلت النهاردة كلامها بالجنة. يا حبيبي يا بابا. مش جاي غير النهاردة تقول يا بابا. مبروك يا ابو نصر. على فكره يا جناب، انا اول مره اشوف ابني يشهد على جواز ابوه ويحضر فرح ويبقى مبسوط قوي كده وهو بيتجوز على ابوه. ما شاء الله. العيال دي رضعين صناعي ولاد اصول يا زميل. امال فين العروسه؟ ما تطلعي بقى يا ست العرايس، العريس قاعد مستنيك على نار. بسم الله ما شاء الله. لا دي اجمل من التانيه بكتير. تانيه مين؟ هو في واحده تانيه يا كابتن؟ خالته ام علي. مش كده علي؟ هو ده سؤال يترد عليه. اسكت خالص. الصفه جاهزه يا سيدي المعلمين. على البركه. وسع طريق للعرسان يالا. جميل انت يا قلبي. عشت وشفت ابويا بتزف في توك توك. لا صحيح يا علي، ايه شعورك وانت بتزف ابوك في يومين ورا بعض وعلى جوز عرايس مختلفين اصلا؟ ايوه ايوه. لا 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 ولا ازعاج ولا حاجه، ده احنا لسه صاحيين يا اخويا مفيش حاجه. طيب طيب حاضر على عيني. حاضر. ثانيه واحده ثانيه واحده. يا سي عبد البديع. ايوه يا سي عبد البديع. ايوه حبيبتي. فين؟ ده الاستاذ علي. علي ابني؟ ايوه. نهاره مش فايت، هو اللي عامل الازعاج ده؟ عشان خاطري اهدى عليه، ده صوته زي ما يكون في حاجه لا قدر الله وحش. مهما كان يتصرف، مش عاكن علينا الليله دي. معلش بالراحه.
أي عبد؟ في حد يتكلم للادي يا حمار؟ الله 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 جرايه يا عبده، مش انت اللي قلت لها اتصل بيك بعد ربع ساعه من وصولك القصر؟ امتى حصل الكلام ده؟ انت عايزه حصل امتى؟ يا نهار اسود، في ايه؟ طمني. جبت لها دكتور ولا لا؟ لا، بس بنفكر نوديها الميكانيكي من باب الاحتياط. طب طب خلوها زي ما هي، انا جاي حالا حالا. مع السلامه يا علي. اوسكار يا عبده، ابويا جامد يا جدعان، الدمعه هتفر من عيني يا ناس. سايقه عليك كل الاوليه اللي انت بتكلم وقايل في ايه؟ لحسن قلبي هيقع في رجلي من كتر الخوف. منا بنتي مالها؟ اسم الله عليها. انا مش عارف مين قال لها ان انا اتجوزت النهارده. وقعت من طولها عشان هي جت وقعت تصرخ وتعيط، اصلها روحها فيا. زوري هي شحطه متخرجه بقى لها سنتين، ولحد دلوقتي ما تنامش غير في حضني، ولازم اقعد احكي لها حواديت والعب لها شعرها. مش عارف اعمل ايه. هي دي عايزه عمل؟ قوم يا اخويا قوم عشان خاطري، ابوس ايدك اطمن عليها وطمني عشان خاطري. قوم واسيبك؟ معقوله؟ لا، واحنا هنروح من بعض فين؟ ما الايام جايه كتير يا سي عبدو. قوم. لا لا، انا مش ممكن امشي واسيبك للاتي. ده انا ما يبقاش عندي اصل ولا بفهم في الاصول. لو خليك تفضل قاعد هنا ثانيه واحده. قوم قوم يا سي عبدو، وروح واطمن على ضناك، ولما تلاقي الظروف تسمح يبقى طمني معاك عليها يا اخوي. انا كنت مش عارفه اقول لك ايه. حاضر يا نار، حاضر. ما تعرفيش غلاوتك عندي زادت قد ايه. انا هروح اطمن عليها واطمنك، وان شاء الله متعوضه. تريد ثانيه؟ واقفين يا ابني انت وهو مستنيين الاوامر يا مالك الترسو. لا روحوا خلاص، لما عايزك اتصل بيك. سلام عبدو. ايه؟ انا كلمتك في الوقت المناسب ولا لا قدر الله الفاس كانت وقعت في الراس؟ يا سافل يا قليل ادب. طب طالع الفيوم على طول ولا هتحمل من موقف الاول؟ يلا بينا يا معلم، احنا كمان يلا بينا. انا عندي مشوار سوق عمق السويس عشان البضاعه اللي متخانقين علينا. انتوا ايه اللي بتعمليه ده يا دوله؟ ولازمته ايه ان انا اقعد هنا لوحدي الناس تتفرج عليا؟ ناس مين يتفرجوا عليك ويتفرجوا عليكي ليه يا ستي؟ عروسه عريسها سابها بعد 3 ايام في شهر العسل وسافر. ده انا مش هبقى فرجه بس، ده انا هبقى حدوته. وانت فاكر لو انا هناك هشوفك كل يوم وانا هبقى في نفس الهمه وانا على الاقل هبقى في القصر بتاعي لوحدي وبابي مقفول عليا ومحدش شايفني ودموعي على خدي. يعني عايزاني يا دوله هتخلى عن بنت وهي في الظروف دي؟ لا طبعا، انا ما قلتش كده، دي برضو بنتك ليها فيك اكتر مني. خلاص دولت، رجعي هدومك مكانها وانا خلاص مش هنزل بسطة. ايوه، عشان يقولوا عليا بدأت الشغل مرات الاب وخدتك من حضن ولادك، مش كده؟ يعني اعمل ايه؟ والله ما انا عارف. هعمل لك ايه عشان ترتاح؟ انا عارفه انها جوازة ملخبطه من الاول، لكن هقول ايه؟ انزل مصر عشان تطمن على بنتك وترتاح. طب وانت؟ انا هستناك في القصر بتاعي لغايه ما تزور بنتك وتطمن عليها وتجيلي، عشان تعرف ولاد الاصول بيبانوا ازاي وقت الشده. يا حبيبتي ما هو باين باين طبعا. لله على السلامه سعاده البيت. الله، احنا مش اتفقنا اننا هنتكلم في البيت؟ وهو حرام اني البس واريه في البيت؟ بس متهيألي هدوم البيت اريح. اصل انا احب ادلع نفسي، مش معقول اكون شاريه الهدوم الغاليه دي كلها وفي الاخر احطها في الدولاب للعده تاكلها. خلاص على راحتك. كنت قلت لي انك لقيت حاجه كويسه نستثمر فيها فلوسنا. انت مالك بتتكلمي رسمه كده؟ مش احسن ما نلعب؟ انا مش عارف ليه حاسس ان الفلوس غيرتك. من فضلك خلينا في الشغل احسن. الموضوع في الملف ده، بص عليه. بسيط، ما فهمتش حاجة. انت لحقتي؟ الجواب بيتقري من عنوانه. يا ستي ما تبصيش على الكلام، بص على الصور اللي ورا دي. الله يا بودة، تحفة، روعة. انا كنت متأكد انها هتعجبك. تجنن يا بودة يا حبيبي. يعني كان لازم تلف اللفة الطويلة العريضة دي عشان تعملي المفاجأة الحلوة دي؟ حلو مش كده؟ تجنن بوت. ألوان اللي صدقتك انك جاي تتكلم معايا في شغل بصحيح وشايل ملف عشان تحبك الحكاية. أتاريك جايب لي هدية بوت. هدية ايه؟
المجوهرات دي تمنها 40 مليون جنيه. كم؟ مجموعة المجوهرات دي من أندر مجموعات المجوهرات اللي بيتعمل عليها مزادات في العالم كله، سواء في صالات المزاد العالمية أو على النت. العقد اللي قدامك ده تمنه عدل 1.5 مليون دولار، يعني 9 مليون جنيه، 37 قيراط و4 من عشرة، معمول من الألماز اللي مصنوع من أكتر من 100 سنة في سنغافور. بيني وبينك مش خسارة فيه، ده كمان يشبه العقد اللي كانت لابسه الأميرة فوزية وفرحها على شاه إيران. أنا كنت شايلة الصورة بتاعتهم في كتاب الكيمياء بتاع المدرسة. وانت كنت اتولدت أيامها؟ المجلة اللي كانت فيها الصورة كانت في مكتبة بابا الله يرحمه. انت عارف انه كان بيحب يجمع اخبار الملكة من ساعة ما كان بيشتغل عنده الله يرحمه. المزة دي تمنها كام؟ دي قربت على 1 مليون دولار. غريبة قوي، انا عمري ما شفت مزة صفرة. عشان كده غالية، مزة نادرة. انت عارفة دي كانت ملك مين؟ قيصر من قياصرة روسيا في القرن 19. دي وزنها لوحده 16 قيراط و3 من عشرة. مالك بتقول وزنهم بالظبط قوي كده؟ هو انا مخوناك ولا حوزن برا؟ لكن انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من الملف اللي في ايدك ده اللي انت مش فاهمه منه حاجه. ده في حلقان وبروشات. الله، شايف البروش ده؟ شبه اللي كانت بتلبسه الست. ست مين؟ ست ام كلثوم. الله يرحمها ويسلي بيها. حلو قوي، لكن انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من على النت يا حبيبتي. ده الموقع اللي على النت اللي عليه المجوهرات. الويب سايت اهو، عليه صور المجوهرات وتفاصيل عن المجوهرات دي وتفاصيل عن المزادات اللي اقيمت فيها كده. ادخلي عليه بقى وتفرجي براحتك. مين؟ انت. انا بودا؟ انا ولا لي علاقه لا بالنت ولا بالكمبيوتر ولا بالحاجات دي اصلا. لا انت لازم يبقى ليك علاقه عشان تعرفي تدوري فلوسك، تستثمري اموالك صح. انا هجيب لك لابتوب. ايه؟ وده ليه علاقه بالنت؟ لا ده موضوع كبير بعدين نتفهم فيه. المهم انا هسيب لك الملف، ابذلي فيه مجهود شويه وافهمها على قد ما تقدري، بس بسرعه. وايه لازمه السربعه يا حبيبتي؟ دي صفقة العمر، لو ضاعت مش هنعوضها تاني. إذا كنا عايزين نستثمر صح بقى. صفقة العمر ونستثمر صح؟ لا بقى تعالى فهمني. أفهمك؟ أمال إحنا بنعمل إيه من الصبح؟ معقولة كل ده في مصر؟ بتعمل إيه عندك بس؟ حرام عليك، تعالى بقى. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. أخلص بس شوية الشغل اللي في إيدي وأجيلك هوا. أنا أقدر أتأخر عليك. يا سلام. وكل المدة اللي فاتت دي ما كانش تأخير يعني؟ غصب عني والله يا روحي. هو أنا بشتغل عشان إيه؟ مش عشان ألاقي بيكي، عشان أعيشك في المستوى الاجتماعي اللي أنت عايشة فيه. مستوى إيه اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنا فلوسي كلها تحت أمرك. هي بقالتها من سنة. تعالى بقى، ما تسيبنيش لوحدي. فلوس إيه دي اللي تحت أمري يا حبيبي؟ الفلوس دي لو سمحت فلوسك أنت. أنا من عيلة برضه وعارف التزاماتي تجاه شريكة حياتي. معلش يا حبيبتي، في حد من العملاء على الويتنج، هكلمه واطلبك تاني على طول. اوعى ما تتكلمش، حسنا تليفونك. وانا اقدر. يلا حبيبتي، باي باي. ايوه يا نهار، ايوه انا جاي في السكه اهو. اعملي له قهوه تاني على ما اجي. بقول لك يا نهار، هو انتوا قاعدين فين؟ ايوه برافو عليك يا حبيبتي، انا عارف انك انت بنت بلد وعارفه الاصول، بس انا بغير عليكي. طيب كويس، دقيقة واحدة أكون عندك. مع السلامة. اتفضل يا أستاذ حامد القهوة. ملوش لزوم يا هاني، ما أنا شربت قبل كده. يا خرابي، أنت عايز عبد البديع بيه يزعل مني؟ أنا لا يمكن أزعل من روح قلبي أبدا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اسمح لي أقدم لك نفسي. أنا عارف كل حاجة يا أستاذ حامد، اتفضل استريح. اقعدي يا نهار. حاضر حاضر. اسمح لي أقول لك إن أنا مش عاجبني الرقم اللي عرضت على هذا. طب أنا ممكن أعرف إيه اللي مش عاجب سعادتك فيه بالظبط؟ الهانم لما عرضت علي الفكرة أنا حبيت أعرف التفاصيل وأعرف الأسعار اللي عرضتها عليها. طيب تمام. لا تمام ولا حاجة يا أستاذ حامد، أصل زي ده ما يتأجرش أقل من 10,000 جنيه في اليوم. لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح. أقعد بس ما تتحمقش قوي لو سمحت.
عشت رافضه كمان لما تبقوا ضاغطين على الراجل او هو مجاملكم، بس هي دي ميه التقيير. ايوه بس المبلغ ده مبالغ فيه حبتين. عموما الرقم ممكن نرفعه من 7000 ل 7000 ونص في اليوم. ومالك جاي على نفسك قوي كده؟ نخليهم 8000 عشان خاطر الهاني. لا سيبك من هاني، خليك معايا انا. ان شاء الله يخليك ليه وما تحرمش منك يا عبد الجديد. ايه عشان خاطر انا يبقوا كام؟ يبقوا 8000 ونص في اليوم يا باشا. وما تنساش ان احنا محتاجين القصر اكتر من 15 يوم. ايه رايك يا نهار؟ هو في راي بعد رايك ولا شوره بعد شورتك؟ اتصرف واعمل كل اللي انت عايزه، اللي فيه الصالح اعمله. طيب خلاص جهز اوراقك وخد ده الكارت بتاعي اهو. لما تجهز العود هاتها راجعها قبل ما انام عليها. اه بالمناسبه احنا في عندنا شقه ثانيه في الزمالك كبير على النيل، 5 اوض واتنين ريسبشن، تنفعكوا دي؟ يا سلام، ده عز الطلب. ده الاستاذ صلاح ابو سيف دايخ على لوكيشن بالمواصفات دي. الاستاذ صلاح ابو سيف؟ قصده الاستاذ محمد ابو سيف. استاذ صلاح ابو سيف تعيش انت. ده الاستاذ صلاح ابو سيف ده انا كنت بحب افلامه حب. ما تاخذنيش يا استاذ عبد البديع، اصل من وانا صغير وانا تحت جناح الاستاذ الله يرحمه، ومن بعده بقى ابنه الاستاذ محمد. احنا ناخد الشقه مش هنختلف يعني. لا لا دي بقى هنختلف. لاحظ بقى ان انا عارف الاسعار كويس قوي. 2500 في اليوم كويس. معقول معقول، بس دي بقى لازم تاخدوها فتره طويله عشان تجيب ثمنها. احنا مستعدين نمضي معاكم شهر مقدم. يعني حوالي 75000. معقول، فضل ونعمه. على خير الله، هتجيب عقد ايجار الشقه والقصر مع بعض ومعاهم العربون اللي اتفقنا عليه. هنتقابل امتى؟ بعد بكره. مناسب؟ مناسب جدا. شرفتوا يا ناس. اما عثمان والله ما تتعبوا، انا عارف الطريق لوحدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبسوطه مني؟ هو انا اقدر ما انبسطش؟ يا خبر ابيض، ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك يا رب. خايف عليا وعلى مالي وحبيبي الخير، وانا لو كنت لوحدي كنت عرفت اعمل كده؟ ما كنتش هتقدر. بقول لك يا نهار، خلي بالك ما حدش يعرف حاجه على اللي بيحصل ده، خصوصا غريب اخوك. لو عرف ان جاي لك خير من تاجيل القصر والشقه مش هيسيبك. ايه الترتيب الجامد ده يا عم؟ يا ابني احنا لسه بنقول يا هادي. النهارده انهار مضت على عقد بيع القصر وشقه الزمالك بلعبه بثلاث تعريفه. تعرف ازاي؟ ازاي؟ عقد البيع وعقد الايجار مختلفين عن بعض في الورقتين الاولين بس، الورقه الثالثه ثابته بتاعت الاحكام العامه والاختصاص القضائي، وهي دي اللي مضت عليها وكتبت لها كمان انها استلمت كل مستحقاتها. بعد كده انا بدلت عقد الايجار، الورقتين بتوع الايجار وورقتين البيع. ان شاء الله لما ترجع بالسلامه هكون شفت مشتري للقصر ولشقه الزمالك. ايوه بس انت الوقت لما تبيع القصر اللي هي قاعده فيه الحكايه كده هتنكشف قبل ما تخلص معاه موضوع الارض. يا ابني مين اللي قال لك ان المشتري لازم يستلم ساعتها؟ انا هكتبه مهله في العقد شهر على الاقل. طب والارض هتعمل فيها ايه بعد موضوع الشركه المساهمه والفلوس اللي اتفقتوا عليها النهارده؟ اسمع بقى وشوف عبقريه ابوك الارض ده الجامد قوي، عشان بعد كده تبقى تقول الله يرحمك يا بابا. ربنا يديك الصحة. احنا عملنا عقد الشراكة بكام؟ ب 3 مليون بدل 30 مليون بحجة إن احنا مش عايزين ندفع فلوس كتير في المصاريف الإدارية. وإدينا لها ساعتها 20 مليون جنيه على شكل شيكين، شيك مني وشيك من رأفت. ودفعت لها 20 مليون؟ أنت عبيط يالا؟ أنت تعرف عن أبوك كده هدفع لها 20 مليون؟ أنا كتبت لها الشيكات بس قدامها. كتبت لها أنا شيك وخليت رأفت يكتب شيك. قبل ما تلمسهم كنت حطيتهم في جيبي بدعوى ان انا لازم انقل ارقام الشيكات عشان نستكمل اوراق الشركه المساهمه. يا سلام عليك يا عبد. سيبك من كل ده، ده يعمله اي واحد عبقري عادي. اللي جاي بقى ما يعملوش غير عبد البديع الارندلي. بعد اعلان الشركه المساهمه هنعمل اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه، نرفع فيها راس مال الشركه من 3 مليون ل 30 مليون. انهار مش هتعرف عن الموضوع ده حاجه، بس لازم امضيها على محضر الاجتماع ده عشان يبقى الموضوع رسمي وقانوني. وهترضى تمضي؟ هتمضي، دي لعبتي انا بقى. دورك انت بقى في اللعبه دي كلها، عارف كان ايه؟ المستثمر اللي انت جبته لي عشان يشتري ارض الساحل هيشتري الشركه ومشروع القريه السياحيه ب 30 مليون. هتتوزع الفلوس حسب حصه كل واحد فينا، يبقى انهار لها كام؟ 10 مليون. اهو
حمار. ده مليون واحد. طب ازاي بقى؟ نهارها تاخد حصتها مليون اللي هي قيمة الأرض في رأس مال الشركة الأولاني. يا ابن اللذينة يا عبده. بذمتك أنت في واد محترم يقول لأبويا ابن اللذينة يا عبده. بس هي كده هتاخد منك مليون جنيه. ومليون ثانية بعد الطلاق. 2 مليون؟ هتديها 2 مليون؟ يا حمار يعني أنا أخسر 2 مليون وأكسب 43 ولا أخسر 45؟ وبعدين أنا بعتبر ده زكا عني وعن عيني وعن عفيتي وعنكم أنتوا كمان عشان ربنا يبارك. طب مغفل انت ضمن كويس. عشان انت مغفل مش مركز كويس. انت لو خدت بالك من اسم رأفت ده هتعرف انه اخو رقم الوكيل بتاعي. استاذ يا عبدو استاذ. عمك دونجي. دونجي. دونجي شوت. انا هخلع بقى عشان عندي سفرية الصبح. يلا اخلع. يا نبيل ما تقطع وشك زعلان من بعضها كده. ليس عبد البديل. هو ده امان. انت اصلك بنت حلال يا بنت انت عشان كده ربنا سخرني ليك اخلص لك مصالحك من غير دوشه الدماغ اللي انت في غنى عنها. الرزق جاي لك من ارض الساحل. مليون جنيه مكسب زياده. انت تمضي بس وبكره ان شاء الله مليون هيبقى عندك. يا خبر ابيض مليون جنيه حته واحده ده غير مليون تانيه هيوصلك برضه عن طريقي. وانا هعمل ايه بمبلغ كبير بالشكل ده؟ خليهم عندك يا اخويا. انا خايف على روحي من مبلغ زي ده. معقول يا نار تخاف على روحك من 2 مليون؟ وما كنت هتعملي ايه لو 43 مليون كانت فلوس سايله في ايدك؟ انا عندي حاجه اهم ربنا رضاني بيها. حاجه اهم من كنوز الدنيا وفلوسها. ربنا يديمك عليا نعمه وما يحرمنيش منك يا رب. طب امضي يا نهار امضي. ربنا يبارك لك في اللي جاي لك. ويبارك لك انت كمان. معلش يا نهار يا ريتك تقدر اني برجعها دي. انا عن نفسي مش سامع من اللي هيوصلوا بيه. اتفضل يا سي عبد البديع. سي عبد البديع خلي بالك من نفسك يا نهار وخلي بالك كمان من غيري. متهيألي خلاص بقى كويس بعد التجربة اللي مر بيها دي. الله. طب ولما أنا هخلي بالي من نفسي ومن غريب مين هيخلي باله مني ويلحق غريب وقت الشدة غيرك؟ ما رضاش أتخلي عنك يا نهار. أوعدك أي وقت تعوزيني فيها تلاقيني جنبك على طول. يلا أحسن أنا عندي مواعيد شغل كتير. سي عبد خد بالك من نفسك يا اخويا. ربنا يسلم طريقك. قادر يا كريم. استاذ مجدي دولة هنا من الارندلي مراتي وشركت في شراء العصافير. اهلا وسهلا. اهلا. فين يا حبيبتي الكريدت كارد؟ بس لما اطمن على المجموعه الاول. ابي الله الله. يستاهلوا يستاهلوا اكثر من المليون. لسه المكسب كمان. الله مش ممكن. ايه رايك؟ يهبلوا يا بوده يهبلوا. لا يا روحي اجل الهبل شويه لغايه بس نحط الكريدت كارد ونسحب المبلغ بتاعك انت كمان. انا بقول نستنى الجواهرك بتاعك عشان يشوفهم ويطمني ويقول لي دول الاصليين ولا لا. يا دكتور هيخرج امتى ان شاء الله بالسلام؟ وانت مستعجله ليه؟ العمليه لسه محتاجه وقت والمصاريف مدفوعه لحد اخر يوم في العلاج. مدفوعه؟ استاذ عبد الوديع دفع تكاليف العمليه والاقامه ومصاريف العلاج كلها مقدما ويمكن كمان يفضل فلوس عندنا لحد ما يخرج الاستاذ غريب ان شاء الله من المستشفى. عن اذنكم. ربنا يستر الدنيا والاخره. Thank you.
عثمان. فندم استنى. الباب. حاضر. ايوه علي. علي مين يا عبد البديع؟ ده انا الفونس. ما انا عارف يا حبيبي. انا بس كنت عايز اطمن على اختك، اخبارها ايه؟ اخت مين يا عبد البديع؟ دي اختي ماتت بقى لها 3 سنين وانت حضرت القداس بتاعها في الكنيسه. ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ عبد البديع. ثانيه واحده حبيبتي. الفونس ركز معايا، حتى ابوك دلوقتي الدولة بعتت جابت خبير المجوهرات بتاعها. اوعى تكون المجوهرات مشابهة تيبيكال. لا اطمن يا مومبيه، ولو تجيب 600 خبير حتى. اياك تكون بتنفش ريشك على الفاضي يا الفونس. برقبتي يا عبد البديع بيه؟ امال احنا دافعين 20,000 دولار ليه؟ انا مش قلقني غير برقبتي. ربنا يستر بقى. يا حبيبي انا هبقى اكلمك تاني عشان اطمن. يلا سلم على ماما. ماما؟ الله يرحم الجميع في ملكوته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك، اطمنا واطمن الهانم. مش حضرتك هتشوفها قدامنا هنا؟ طبعا. المساله مش هتاخد اكتر من 3 دقايق بالكتير. اتفضل. حقا يا الفونس، لو صدقت تبقى تمام التمام. كده يبقى حقنا رجع لنا، ما فاضلش غير اشجان. يا نهار اسود، شكله فاهم قوي. يا رب يا رب، انت عارف ان ده حقي وانا ضحيه رجل سفيه مراهق بزع فلوسه على شويه نسوان انت وحدك اللي عالم بيهم. انا عندي كل واحده حقها شرع اللي كتبته على نفسي، بس عديني والنبي يا رب نتحدى، والنبي يا رب عديها على خير. ايه ده؟ ايه في ايه؟ تحفة فنية. الصور ظلمت المجموعة دي جامد جدا يا هاني. ربنا يكركب بطنك يا بيت. ده كنز. اطمنت يا هانم؟ هو اللي يقول. هو يقول ايه؟ انت بسمعه هو بيقول كنز؟ هاي يا استاذ. متأسف يا هانم، سرحت مع التحف الفنية دي. احمر. والله برافو عليك يا الفونس. ممكن اتصور معاها؟ لا لا. ليه بودا؟ دي واحدة كلمتين بس. عن اذنك. مش من مصلحتنا باي حال من الاحوال ان حد يعرف ان المجوهرات دي عندنا، ولا انها حتى دخلت مصر. اولا هنفتح لنا الضرائب والحكومة، ثانيا وده الاهم، الحرامية، ده غير القر والحسد. دار على شمعتك لغاية السنة دي، ما تعدى على خير ونعمل مزاد ونخلص منه. عندك حق. مش عشان راجل تافه عايز يتصور مع المجوهرات نبوظ كل حاجة. عندك حق. أنا بقول برضو مفيش داعي يهدر مع عملية الدفع عشان الفلوس ما تتنظرش. أنت بس مشي بشياكة كده. يلا. حاضر. كملها يا رب. كملها. يا ريت. بقول لك اعمل حسابك، حرصي كويس على مفتاح خزنه البنك ده، وانا هحتفظ بالنسخه بتاعتي. بعد سنه نروح نفتح الخزنه سوا وناخد المجوهرات نبيعها ونكسب. يلا سلام. تعال هنا. انت رايح فين تاني؟ انا عندي مشاوير كتير. بالمناسبه اعمل حسابك تسيب القصر اخر الاسبوع الجاي ده. تعال هنا. ليه؟ بعته. ليه؟ كبير الحقيقه، انا تقريبا ما بقعدش فيه. انا اولى بفلوس يا دكتور. مالك بتتكلم بلهجه فرديه كده؟ وانا مش قاعده في القصر ده ولا ايه؟ طبعا فاهم انك قاعده في القصر، بس اي مكان تاني ممكن ينفي بالغرض. شقه صغيره. انت ممكن توضبي شقتك القديمه وتقعد فيها. استنى هنا. انت مالك من امبارح؟ انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انا ما عملتش فيك حاجه يا دولت. انا ما جريتش عليكي ولا ظلمتك. وبعدين انت مش فقير يا دولت، انت معاك حاجات مش اقل من 1,000,000 جنيه، وفي 1,500,000 تانيين تحت امرك. طبعا انت عارفهم بتوع ايه دول. ده لو عايزه يعني. يا خبر ابيض،
2 مليون جنيه هعمل ايه بس بالفلوس دي كلها؟ اعملي اللي انت عايزاه، دي فلوسك انت حره فيها. ده انا محتاسه بالفلوس اللي في البيت. وبعدين غريب اخويا، يعني ماله غريب؟ انت مش قلت ربنا صالح حاله خلاص؟ ايوه، بس جايز الشيطان يوزه تاني لو شاف مبلغ زي ده. ده مبلغ يلخبط العقل. خبيهم لليلاتي وبكره من الصبح بدري حطيهم في اي بنك. طب عشان خاطري ريحني وقول لي المبلغ ده بتاع ايه. ده حقك يا نهار. حقي وسني، وما كتبت عليا وشرفتني قدام اهل حتتي وحميت اخويا من شر نفسه. من فضلك بقى، احنا مش هنفضل طول الليل نتكلم في الموضوع ده. انا عندي موضوع اهم عايز اكلمك فيه. خير يا اخويا؟ دلوقتي انا الايام الجايه هضطر اختفي شويه، عندي شغل مهم عايز تركيز وتفرغ. والحمد لله غريب بقى كويس، هبقى مطمن عليك وهو جنبك. طب من غير ما تزعل، يعني عندي سؤال. انا عمري ما ازعل منك يا نهار، قولي ما تخافيش. هو ده بقى اللي مخوفني، اني اكون قلت كلمه يعني من غير قصد زعلتك مني، او تكون عرفت حاجه من اللي ما يتسمى بقله عني انا واخويا، تكون كرهتك فينا. لا لا بجد وحياه انهار من قلبك. وبعدين بقى افضل يا جدع. طيب خلاص، انا ليا طلب. خير؟ كنت كلمت قبل كده الاستاذ نبيل بخصوص موضوع خير يخص الباشا الله يرحمه، وهو وعد انه يساعدني. ممكن استاذنك ابقى اكلمه في التليفون عشان يصرح حبه في الاجراءات؟ نبيل طيب وابن حلال، ما دام وعدك اتكل على الله، هو كمان بيحب الخير زيك. يلا يكسب له هو كمان ثواب بالمره. يلا بينا. ولو انك هتوحشني كنت عايزه اقعد معاك على قد ما اقدر. انما اللي تشوفه يا سي عبد البديع. ولا عمره فرق سكنك بلا عامل حنين ومساوي وجاي ملهوف متلهوي الوش ده بقى. لا يا حبيبي بقى ما تلبسوش ما تلبسوش ما تلبسوش وانت جاي لي. يلا يا ابن الارندالي. أنا عارف يا أنهار إنك ملكيش أي ذنب في اللي حصل لك على إيدي. أنت بنت حلال وتستاهلي حد أحسن مني مليون مرة. صدقيني عمره ما كان قصدي لنقزل مشاعرك، لكن كلنا ضحايا لعبة سخيفة عملها عم نوح الله يرحمه. رغم كل حاجة عايزك تعرفي إني بحترمك وبقدرك. أنا ما بكرهش غريب، بالعكس أنا بحبه. وعلى فكرة المفاتيح دي هدية مني له، دي ورشة جديدة يبدأ فيها حياته من جديد، ودايما هكون تحت أمركم في أي وقت. خلي بالك من نفسك وربنا يديلك على قد نيتك الطيبة يا نهار. شكل وصلك ده بتعمي فيه مؤخر الصداء بتاعك، وفيه الفلوس اللي خدها عم نوح الله يرحمه من عم إبراهيم وفايدتها في الفترة اللي عادت عنده فيها الفلوس دي. باقي صاروة عم نوح جات من تعب وشقايا أنا وابن علي في خدمته طول السنين اللي فاتت. أظن كده أنا ما ظلمتكيش ووزعت الثروة بالقانون، بس القانون العادل بعيد عن ملعيب ومقالب عم نوح الله يرحمه. ربنا يسعدك ويهنيك يا دولة، وهي مصائب قوم عند قوم فوائده زي ما بيقولوا. يمكن ربنا عمل كده عشان متولي الغلبان اللي بيحبك من كل قلبه. يلا ربنا يسعدكم، أشوفك على خير دايما يا بنت عمي. ولا